اليوم من المناهل تشاهدون عمراً يخبر زيداً أن صوت الحية هو من مختبر المخترع العبقري. أحييكم أعزائي المشاهدين في مقابلة مع صاحب هذا المختبر لنعرف معاً ماذا وجد. مرحباً أيها المخترع العبقري. أهلاً ومع السلامة. ألا ترين أنني مشغول بالاختراع؟ اتركيني وشأني. ما الذي اخترعته اليوم؟ النقطة العجيبة. ما هذه النقطة العجيبة وماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إنها تصنع العجائب. هل ترين حرف الحاء هذا؟ أرى ثلاثة أحرف، حاء حاء حاء، ثلاث حاءات. أجل، ثلاث حاءات. انظري ما ستفعله النقطة العجيبة بالحاء. أضع النقطة على الحاء، انظري هكذا. حولت الحاء إلى خاء. هذا عظيم، صحيح أعزائي المشاهدين، تحولت الحاء إلى خاء. إنك لم تري شيئاً بعد. انتظري وراقبي وانظري، سأضع النقطة العجيبة تحت الحاء الثانية، انظري ماذا سيحدث. نعم. تحولت الحاء إلى جيم. صحيح، تحولت الحاء إلى جيم. وجدتها. أعزائي المشاهدين، هذا ما وجده المخترع العبقري، النقطة العجيبة. وإلى أن يخترع شيئاً آخر، لكم مني حنان جبر خالد أجمل التحية، وإلى اللقاء. الفجر في المروج جميل. الجمل الذكي. في صباح يوم جميل وجد الشرير خربوط نفسه واقفا تحت جمل سالم الشديد الذكاء. كان سالم يتعلم أشياء جديدة في كل مرة يلعب فيها مع الجمل الذكي. يجب أن يكون الإنسان صبورا. يجب أن لا يحاول هؤلاء الصغار أن يصلوا إلى مستوى مرموق في هذا العالم. سأعيدهم إلى رشدهم. ألم يتوقف خربوط عن فعل الشر؟ هل بلغ شره هذه الدرجة من السوء؟ استعمل خربوط جهاز تغيير الكلمات وأسقط النقطة من تحت حرف الجيم، فتحولت الكلمة جمل إلى الكلمة حمل. عفوا، هل رأيت جملا كبيرا وذكيا؟ إن هذا أفضل مما توقعت. أنت تحب النوم كثيراً. أين أبو الحروف حتى يعتلي ظهر الجمل؟ ها هو يخرج من بين الكثبان، أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. مرحباً، أنا أبو الحروف. مرحباً يا أبا الحروف، إنه لا يتكلم.
ينزع أبو الحروف نقطة من قميصه ويضعها تحت حرف الحاء في كلمة حمل، فيتحول الحمل إلى جمل مرة أخرى. أوافقك يا صديقي، إن المتعة في العمل تكمن في العمل نفسه. الشرير خربوط غاضب جدا. لقد أفسد أبو الحروف متعتي، سأختفي وأعود مرة أخرى. هل يعود خربوط مرة أخرى؟ سنرى ذلك في الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج ركن الهوى. فرقة الغناء التي ستشارك في برنامج الليلة فرقة ظريفة اسمها مكتوب هناك على اللوح المغطى. الآن مع الفرقة الغنائية المجهولة. أسد كاسر وزعيري دوما هادر، وأنا حمار الوحش انظر كيف أمشي، وأنا ذئب شرس وماكر مفترس، معروف في البلدان تروى عني القصص، وأنا النمر سريع القفز احترس، جميلة ورقبتي طويلة طويلة طويلة، وأنا الفهد سريع حين أعد، نسكن بين الأشجار في الأدوار والبرار، نسكن بين الأشجار في الأدوار والبرار. شكرا أيها الدب. بناء جميل، فلنحيي معاً المشاركين في الغناء واحداً واحداً. الأسد، حمار الوحش، الذئب، النمر، الزرافة، الفهد. والآن تعالوا نعرف اسم هذه الفرقة، فرقة حيوانات الغابة. الماعز، شعر الماعز، الجمل، وبر الجمل، الثعلب، فرو الثعلب، حسك القنفذ، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الكلمة السرية. قبل البدء بالمسابقة، هل تعرفون الكلمات السرية لهذا اليوم؟ طبعا لا، لأنها سرية.
الآن نبدأ برنامجنا لعبة الكلمة السرية. أحضروا المتسابقين. أهلاً ومرحباً بكم. الكلمات السرية لهذا اليوم ستكون عن صغار الحيوانات، والكلمة السرية الأولى تتكون من 3 أحرف، أولها حاء. ألم تعرفوا؟ حيوان له صوف وصوته هكذا. حمل؟ صحيح، رائع. حمل. سن. والآن الكلمة السرية الثانية تتكون من 3 أحرف، أولها ميم. لا أحد يعرف. لهذا الحيوان الصغير أرجل طويلة ويسهل هكذا. مهر. صحيح، رائعة، مدهشة، مذهلة. أحسنت. الكلمة السرية الثالثة تتكون من 3 أحرف، أولها جيم. ألم تعرفوه؟ حيوان صغير له 4 أرجل وصوته هكذا. جدي. صحيح، رائع. جدي. أحسنت. جدي، رائع. الكلمة السرية الأخيرة تتكون من 3 أحرف، أولها شين. ألم تعرفوا؟ حيوان له 4 أرجل ووالده ملك الغابة وصوته هكذا. شبل. صحيح، رائعة، مدهشة، رائعة. شبل، أحسنتي. مبروك للمتسابقين الفائزين، وحظ أوفر للبقية، وللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل لعبة الكلمة السرية. وهذا ليس سرا. إلى اللقاء. زيد، انظر إلى النجوم. أليس رائعا أن تكون في الخلاء في منتصف الليل يا زيد؟ بلى، إن الظلام حالك في منتصف الليل يا عام، أليس كذلك؟ لا شك. ما هذا يا عام؟ ماذا؟ هذا صوت الناقة. هذا صوت الناقة عندما تبحث عن صغيرها. إنه حنين الناقة. حنين. نعم. حنين. ما بك يا زيد؟ ما هذا يا عام؟ زيد، إنه كلب ينبح. ألا تعرف صوت الكلب يا زيد؟ إنه نباح. نباح. فصوت الكلب هو نباح. نعم. نباح.
كيف نسيت ذلك؟ ما هذا يا عام؟ أنت غريب يا زيد. هذا ديك. ألا تعرف صوت الديك يا زيد؟ إنه صياح. 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 نعم. صياح. نعم. عمرو. الجو مخيف قليلا هنا. لا تكن سخيفا يا زيد. ليس هناك ما يدعو للخوف. أنا جالس معك. ما هذا يا عاب؟ زيد، إنها مجرد حية. ألا تعرف صوت الحية يا زيد؟ إنه فحيح. 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 نعم. فحيح. نعم. رأيت؟ رأيت يا زيد؟ ليس هنا ما يدعو للخوف. استرح. زيد؟ زيد ما هذا؟ ما هذا يا زيد؟ إنه أسد. ما هو إلا أسد. صوت الأسد كما تعلم يقال له زئير. زئير؟ ها هو، هل تسمع؟ أسد؟ سأغادر هذا المكان يا زيد. عمرو، عمرو، لا تكن سخيفا. إلى أين أنت ذاهب يا عمرو؟ عمرو، ما هو إلا أسد يا عمرو؟ أسد، انتظرني يا عمرو. هل تعرفون اسم هذه الفرقة؟ حصان. حمار. حمل. حيوانات. في محل التصليح، هل من خدمة؟ أنا المفتش فصيح، خبير اللغة. أهلاً، أهلاً. أرى أن لديك لافتة مهمة. نعم، لدينا لافتات عديدة، وهذه لافتة مهمة. أهلاً بك في محل تصليح الأدوات الحديدية والنحاسية والمطاحن. ممتاز، ممتاز. أنا أبحث عن لافتة بها حرف الحاء. محل تصليح الأدوات الحديدية والنحاسية والمطاحن. ممتاز، ممتاز. هذه حاء وهذه حاء وهذه حاء وهذه حاء وهذه حاء. أظن أن هذه أفضل لافتاتنا. إنها جيدة جدا. أرجوك تأمل اللافتة واقرأها جيدا. بكل سرور أيها الرجل الطيب، بكل سرور. محل
تصليح الأدوات الحديدية والنحاسية والمطاحن. ممتاز ممتاز، هذه لافتتي المفضلة، إنها تحتوي على الحاء في معظم الكلمات. هذه حاء. نعم. وهذه حاء. نعم. وهذه حاء. نعم. وهذه حاء. وهذه حاء. جميل جدا جميل جدا. وأنت تصلح ذلك كله؟ نحن نصلح كل شيء كما تقول اللافتة تماما. جيد جيد. هل من خدمة؟ ما الذي تريد أن تصلحه يا سيدي؟ أنا لا أريد أن أصلح شيئا يا أخي، أنا المفتش فصيح خبير اللغة في خدمتك. ما هذا؟ ماذا يفعلون؟ لنرى. الذهب والفضة والنحاس والحديد معادن. لقد أنجزنا العمل في وقت مبكر. هذا صحيح. ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف أنا. خطرت لي فكرة. ما هي؟ ماذا لو نسأل الحاسوب سؤالاً هزلياً؟ مثل ماذا؟ كما لو سألنا كم مسألة حسابية يستطيع الحاسوب أن يحسب في وقت فراغه؟ حسناً. مسألة حسابية يستطيع الحاسوب أن يحسب في وقت فراغه. انظر، هذا السؤال يحتوي على ثلاث كلمات مشتقة من الجذر حاسبا. نعم نعم. لنرى ما هو الجواب. نعم، لنرى ما هو الجواب. أحسب أن الحاسوب لا يحسب أي مسألة حسابية في وقت فراغه. ترجمة
حاسب. محاسب. حساب. حاسوب. محاسبة. عزيزتي يا منى، ذهبت مع والدي اليوم إلى مركز الحاسوب في زيارة ممتعة ومثيرة. رأيت عدداً من الأجهزة والآلات الطابعة. عندما تقوم بطباعة الكلمات فإنها تظهر على الشاشة، وبعد ذلك تستطيع أن تطبع تلك الكلمات على ورق الآلة الطابعة. لقد قمت بطباعة اسمك. وضمنته رسالتي إليك. كم استمتعت بلعبة الحاسوب. لقد كانت ممتعة جدا. ثم رأيت رجلا يدعى المبرمج. أراني كيف يقوم الحاسوب بأداء ما يطلب منه، وأراني أشرطة وأسطوانات خاصة بالحاسوب يتم تخزين البرامج عليها. عندما أكبر سأخطط لأصبح خبيرة في البرمجة. صديقتك بسمة. هل تذكرون هذه الكلمات؟ الحاسوب، الشاشة، المبرمج، البرمجة. الأصيلة في الكلمة الجميلة توهج